لمناقشة تداعيات الانهيار الأمني في كركوك والصراع السياسي على هذه المدينة وأيضا مسؤولية حكومة السودان عما يجري، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور. أستاذ كاظم مرحبا بكم. أستاذ كاظم، هل يمكن إعفاء حكومة السوداني من مسؤولية ما جرى في كركوك؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. بالنسبة لما حدث في كركوك، طبعا كل وسائل الإعلام التي تناقل هذا الحدث الخطير لمستقبل وحدة العراق، حيث أن الجميع يعلم أن كركوك مدينة جدا يعني فيها مشاكل تاريخية ما بين يعني الحكومات المتعاقبة على حكم العراق، كانت فيها نوع من السياسات لربما أحدث شروخا ما بين مجتمع كركوكلي، ولكن النسيج الاجتماعي في كركوك المتماسك شعبيا هي الحصين لأبناء كركوك من مؤامرات وكذلك من سياسات ربما يخلقها أطراف عديدة محلية وخارجية في الكركوك. فالحكومة العراقية كانت لابد أن تلتزم بسياسات يعني الحوار الوطني التي أطلقها في منهاج الوطني في منهاج الحكومي، عندما ذهب السيد السوداني في إصلاحات السياسية بجعل هناك حوار وطني عام في العراق، وكان ينبغي خاصة في كركوك قبيل إجراء أي إصلاحات سياسية ذهاب إلى حوار وطني كركوكلي تجمع جميع الأطراف السياسية والمجتمعية في كركوك، لكي يكون هناك يعني سياسة محلية يتفق عليها أبناء محافظة كركوك، وتلتزم الحكومة العراقية بمساعدة وتأمين هذه السياسات الإصلاحية من هناك، وليس الذهاب إلى فرض سياسات معينة أو تعاون وكذلك مساندة سياسات غريبة على مجتمع كركوكلي بجميع أطيافها. فهذه السياسة أدت إلى أن تكون هناك هذه الأحداث المؤسفة جدا على أبناء كركوك، وربما إذا لم تعالج هذه الآثار تبقى هذه المخاوف قائمة في مدينة كركوك من اندلاع صراعات طائفية أو قومية عرقية لا سامح الله في مستقبل القريب. عند هذه النقطة أستاذ كاظم، وصفتم ما جرى في كركوك بالحدث الخطير والذي يؤثر على مستقبل ووحدة العراق، هذا ما جاء في معرض كلامكم. هناك أيضا تقارير صحفية دولية تؤكد تبعية هذه الحكومة لأجندات سياسية خارجية، ولكن هل أن التبعية وصلت إلى ما جرى في كركوك أستاذ كاظم، وصلت إلى هذا الحد؟ طبعا بالنسبة للحكومة العراقية، الكل يعلم أنها مخاض من قبل ائتلاف إدارة الدولة في برلمان العراقي. كل الأطراف السياسية في هذه الائتلاف إدارة الدولة يتحملون مسؤولية أوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي عليها اليوم العراق، حيث هناك مشاكل جدا كبيرة. رسم منهاج الوزاري بمعالجة كل هذه الآثار ومشاكل التي ذكرتها، ولكن ونحن على مشارف من دخول الحكومة في عامها الأول ولم تعالج هذه الأزمات الكبيرة الاقتصادية، خاصة مسألة الدولار وملف تجميع سلاح المنفلت، وكذلك يعني قضية الموازنة مع إقليم كردستان للعراق، وقضية تصدير النفط والخدمات وملف الكهرباء وتحسينها، ملفات عديدة جدا جاءت في منهاج الوزاري، وكأن الفاعل السياسي أيا كان في العراق، الحكومة العراقية والبرلمان العراقي مسؤولان
أمام شعب العراقي بمعالجة كل هذه المشاكل التي جاءت وردت في منهاج الوزاري، ولكن لم تستطع الحكومة من تنفيذ هكذا المنهاج الذي رسمها بأيديهم. فاليوم نرى أن مشكلة لربما كانت صغيرة في حجمها في تسليم مقر معين إلى حزب معين في مدينة كركوك، ولكن غطت على كل هذه المشاكل التي ذكرتها في المنهاج الوزاري. وكأن الفاعل السياسي في العراق يريد أن يبحث على هذه المشاكل الجزئية ممكن حلها بالتأني وبالحوار وبتجنيب البلاد والعباد كل هذه المشاكل والدماء والسياسات مختلف عليها التي في كركوك وفي محافظات عراقية الأخرى. إذن الحكمة تقتضي أن يكون هناك مسؤولية تضامنية على الحكومة العراقية في تنفيذها البرنامج المنهاج الوزاري، وكذلك البرلمان العراقي في المتابعة والمراقبة لأداء الحكومة العراقية في تنفيذ المنهاج الوزاري. بما أنه لم تستطع الحكومة العراقية بجميع أطرافها في هذه الحكومة من تنفيذ هذا البرنامج، إذن المسؤولية يعني على عاتقها وعلى عاتق البرلمان العراقي، إما الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة كما هم وعدوا الشعب العراقي في منهاج الوزاري بهذه الحيثية، ولكن في حالة طبيعية ولم يذهبوا إلى هذه الحيثية من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. واليوم البلاد يمر في أزمات تلو الأزمات، ولا توجد هناك مخارج لهذه الأزمات. إذن لا توجد أمامنا إلا حل السلمي الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور، وهو إجراء انتخابات لنذهب إلى الشعب، والشعب لابد أن يكون كلمته. أنت ذكرت الدستور، هناك من لا يلقي باللائمة على المنهاج الوزاري، هناك من يلقي باللائمة على الدستور الذي أقر بعد عام 2003، ويقولون إن هذا الدستور شكل خطرا أو يشكل خطرا على العراقيين ووحدة الأراضي العراقية. هل الخلل في الدستور أم في المنهاج الوزاري قاطبة من خلال الحكومات المتعاقبة التي أتت بعد عام 2003 أستاذ كاظم؟ يعني في كل البلاد في العالم يوجد هناك دستور، ويوجد في هذه الدساتير هناك لربما أخطاء سياسية وربما أخطاء في بنود دستورية معينة، ولكن يمكن معالجتها عن طريق الدستور نفسها. ولكن في العراق نحن عندما نذهب إلى مسألة طرح الدستور إلى التعديلات أو إلى إلغائها أو بتجديد دستور جديد، لا توجد أمام الشعب العراقي هكذا آفاق متاحة. لا الحكومة تستطيع عرض هكذا مشاريع على الشعب، ولا الشعب لديه استعداد اليوم لتقبل تعديلات أو لدستور جديد على يد هؤلاء السياسيين الذين كتبوا الدستور الأول. إذن المشكلة ليست فقط في الدساتير وفي بنود الدستور، المشكلة في إدارة، في عقلية السياسية، في نظام الحكم ومن يدير هكذا النظام الحكم. فمثلا المشكلة الطائفية لا توجد هناك في الدستور أمور طائفية، ولكن على أرض الواقع في العراق هناك مشاكل طائفية. فمن أين جاءت هذه المشاكل الطائفية؟ من الدستور أم من الطبقة الحاكمة؟ أكيد من الطبقة الحاكمة. وكذلك في كركوك لا توجد في الدستور مسائل يعني يحرض على العنصرية وعلى القومية السياسية، لا توجد هكذا أمور، ولكن ما أتى بها الطبقة الحاكمة والأحزاب السياسية من جميع الأطياف والمكونات هم من يتحملون أمام الشعب العراقي والتاريخ هكذا سياسات، هكذا أمور التي أحدثوها في الشعب العراقي. عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.